فيما يتعلق بالإفطار العالمي لرمضان وبالعقوبات، أظن أن شخصيا لم أتفاجأ بموقف الرسولي، لأن جميع الأمور الدينية في العقوبات فيها اجتهاد باستثناء رمضان. رمضان دينيا في النص هناك عقوبات، هناك عقوبات واضحة بالنسبة اللي كياكلوا عندن، اش خصو يدير اش خصو يدير اش خصو يدير، ثلاثة د الحوايج، ما إما تحرير الرقبة، ما إما صوم 60 يوم، ما إما إطعام 60 مسكينة. إذن من غير هذه العقوبات كما كيقولوا هما هاد الفقهاء، كيقولوا لا اجتهاد مع وجود النص، إذا ما حدث في الفصل 222 هو اجتهاد مع وجود النص. فما ممكنش نذكروا أولا ما معنى الإفطار، يعني ما دام أنه الإفطار في رمضان حتى دينيا محدد، لا يمكن باش نلقى واحد السيد في الزنقة ولا في داره ولا في مكتبه ونمشيو ونطلبوا ليه الشواهد يثبت لينا بانه مريض او غير مريض او كذا، فهذا عبث. شخصيا اقول هذا عبث،